بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة الفصل الدراسي الجديد، نتمنى أن يكون عام جديد وعام إن شاء الله خالي من الأوبئة والأمراض إن شاء الله. هنتكلم إن شاء الله بإذن الله في مساق الميديكال بارازيتولوجي. الميديكال بارازيتولوجي هنزلك طبعا الكورس أوتلاين عشان نكسب الوقت. مساق 3 ساعات، ساعتين نظري إن شاء الله هنتكلم فيهم عن العديد من المواضيع، وطبعا ساعة عمل إن شاء الله هيكون عملي، هتتوزع على طبعا زي كل فصل على شعب، كل شعبة فيها عدد معين من الطلاب. هيكون العمل والنظري تقريبا الاثنين نفس الطفيليات اللي هنتكلم عنها في النظري، هنتكلم عنها إيش في العملي، إنما في العمل إحنا هنشوف كيف نبحث عن هذه الطفيليات وكيف نتعرف على هذه الديدان. أرجو إنكم يعني تتبعوا التعليمات اللي إحنا إن شاء الله هنبلغها إلكم في كل كلاس وفي كل شعبة من هذه إيش من هذه الشعب. محاضرة اليوم إن شاء الله هنتكلم بإذن الله عن هناخد إن شاء الله هناخد ان شاء الله اول حاجه مقدمه. طبعا علم البارازيتولوجي في بدايه كان زمان في القرون الوسطى، لم يكن هناك تطور في المجاهر والميكروسكوبات. اول ما بدا يلحظ وجود بعض انواع من الديدان اللي هو انتون ليفنهوك، وهو عالم هولندي، بدا يطلع تحت عدسه، كانت عدسه صغيره، عدسه ميكروسكوب، فبدا لاحظ وجود الجارديا في البراز تاعه، يعني لاحظ وجود بعض الكائنات الحية. فيما بعد طبعا هو رسمها، وطبعا لم تكن معرفة، إنما فيما بعد تم تعريفها اللي هي إيش اللي هي الجارديا، وهذا تم فحصها في البراز تاعه. لويس باستيل سنة 1870 بدأ طبعا يعمل لنا دراسة أو أول دراسة علمية عن البروتوزوان ديزيزز، يعني عن الأمراض بروتو. زي ما انتو خدتوا في الميديكال تيرمينولوجي، it means primitive يعني early، زو معناتها ايش حيوانات، يعني امراض الحيوانات الاوليه. وطبعا بدا بعد هيك يتكلم كيف نعمل كنترول وكيف نعمل بريفنشن لهذه اللي هي الامراض. 1878 باتريك مانسون بدا يكتشف دور الحشرات او دور البعوض في نقل اللي هي الفيلارياسيس، اللي هي نوع من انواع زي ما هنسميها دودة الفيلاريا، اللي هي بتصيب اللي هي الوعاء الليمفاوي او الاوعيه الليمفاويه، وبدا يحدد دور هذه البعوض كنوع او بنسميها فيكتور يعني ناقل، في نقل كيف تنقل هذه البعوض اللي هي ايش الطفيليات. بعدين لافيران في الجيريا في الجزائر بدا يكتشف اللي هي الطفيل الملاريا سنه 1880، تبعه العالم الروسي رولاند في اللي هي مناطق كالاكوتا في الهند، بدأ برضو يحدد أو يوضح اللي هي طريقة نقل الطفيليات عن طريق البعوض، وهذا سنة 1897. يعني احنا كان لابد ان احنا نذكر هذا الشيء من قبيل اللي هو التاريخ. احنا هنبدأ الآن ان شاء الله نتكلم عن introduction to parasitology، يعني بداية لو جينا نقول ما هو مصطلح او ايش يعني parasites. ايش يعني بارازايتس؟ لما نقول يعني طفيل او طفيليات، هي عباره عن ليفينج اورجانيزمز. هذه الليفينج اورجانيزمز بتعيش على حساب كائنات حيه اخرى. طيب ماذا تستمد من الكائنات الحيه الثانيه؟ يبقى احنا ممكن نسميهم علاقه ما بين تو ليفينج اورجانيزمز. الطفيل هو ليفينج اورجانيزمز، والهوست اللي هو بيعيش في العائل اللي بيستمد من النورشمنت يعني الغذاء، وبيستمد منه الحماية اللي هي السيرفايفر الحياة بتاعته، وفي داخله بياخد اللي هي الشلتر اللي هي المأوى. ودائما احنا بنقول يا جماعة هلاك العائل من هلاك الطفيل، إذا هلك العائل هلك معاه ايش؟ هلك معاه الطفيل. اوكي؟ يبقى البارازايتس هي عبارة عن living organisms which depends on the expense on the another living organism. expense يعني بتعيش على حساب كائن حي أخرى، بياخد منه بيستمد منه ايه زي ما قلنا الغذاء، وبيستمد منه اللي هي الحياة، وبيستمد منه اللي هو ايش الشلتر. وفي داخل الكائن هذا طبعا بيبدأ يكمل حياته او بيعمل تطوره او اللي هي ايش الديفيجن تاعه.
يبقى هذا هو اصطلاح. طبعا البارازايتس يا جماعة ممكن أن يكون هناك منها بروتوزوان بارازايتس، يعني بنسميها يونيسيلولار اورجانيزمز، يعني عبارة عن كائنات حية وحيدة الخلية، وزي ما أخذته في البيولوجي كلمة وحيدة الخلية it means that one living organism، يعني كائن حي، هذا الكائن الحي أو هذه الخلية تستطيع أن تقوم بجميع الوظائف الحيوية. يعني هي عبارة عن إيش؟ كائنات حية أو طفيليات وحيدة الخلية. وهناك أيضا من الطفيليات حنجد هناك طفيليات مالتي سيلولر أورجانيزمز أو عديدة الخلايا زي الهلمنثز أو مجموعة اللي هي الطفيليات أو الديدان اللي إحنا إيش بنسميها هلمنثز أو ديدان. أوكي؟ على هيك بنقسم الطفيليات إلى قسمين اللي هي بنسميهم اكتوبارازايتس واندوبارازايتس. اكتو كلمة اكتو يعني معناتها خارجي external surfaces، اندو يعني بتعيش في داخل الكائن الحي. يبقى هناك مجموعة من الطفيليات lives outside the surfaces of the age of the body، يعني تعيش على السطح الخارجي لإيش للجسم. يبقى اكتوبارازايتس هي عبارة عن اللي هي البارازايتس which inhabit the body surface، يعني ما بتعدي داخل اللي هي الجسم، بتعيش على خارج الجسم without penetrating tissue، يعني من غير ما تغزو ايش النسيج، زي مجموعة اللايس والتكس اللي هي الجمل واللي هو اللايس اللي هي البج، التكس اللايس هي ايش الجمل واللي هي البراغيث. اوكي، والمايتس هي الحلم زي اللي هي اللي بتسبب اللي هي الجرب اللي بصيب الايش الانسان. يبقى هذه عباره عن مجموعه من الطفيليات بتعيش على الجلد ولكنها لا تغزو الجلد، ممكن تظلها يعني تدفن نفسها في اللي هي الجلده تحت الراس ما بين الشعر، او في اللي هي ما بين اللي هو عند منطقه العانه او على الجلد without penetrating the اللي هي ذا سكين، يعني من غير ما تغزو ايش الجلد. اوكي، هذا بنسميها ايش اللي هي عباره عن معيشه طفيليه تعيش خارج ايش خارج الجسم. المجموعه او العدد الكبير من الطفيليات اللي بنسميهم اندو بارازايتس، اللي هي الطفيليات التي تعيش في داخل جسم ايش اللي هي الانسان، وهي عباره عن بارازايت which lives within the body of the host، يعني بتعيش في داخل جسم الكائن الايه الحي. وطبعا هنا دائما يا جماعه البارازايتس خلوها عندكم قاعده، في اللايت انفكشن ات از اسيمتوماتيك، يعني اذا كان عدوى خفيفه او العدد اللي دخل داخل الجسم عنده قليل ممكن انه الانسان يعيش من غير ما يحس فيها خالص، يعني احنا نكتشفها بالصدفه او المصادفه، ولكن الخطوره تاعتها اذا كانت ليش تكاثرت واصبح عددها ايش كبير ممكن ان تتسبب في لي بعض السيريس ديزيزز. وطبعا السايت اوف انفكشن اللي هي مكان معيشه الطفيل بحتم علينا انه هو ممكن يكون له نوع من انواع الايش نوع من انواع الخطوره. هناك العديد من الطفيليات خصوصا هو البروتوزوان والهلمنثيك بارازايتس، يعني مجموعة من الديدان الأولية ومجموعة من الديدان عديدة الخلايا ممكن أن تتسبب بعض الأمراض لإيش ل اللي هو للإنسان، بنسميها إيش إندو بارازايتس، يعني إندو it means جوه، يعني داخل inside the our bodies. طبعا هنا ممكن أن نصنفها free living parasites. إيش يعني free living parasites؟ يعني هي non pathogenic parasites، يعني هي عبارة عن مجموعة من الطفيليات ممكن أن تعيش في داخل الانتستين أو أن تعيش في اللي هي هابيتات معينة. هابيتات يعني معناتها مع مكان معيشة، ممكن نلاقيها أورال تعيش في الفم أو تعيش في اللي هي الجهاز التناسلي في مناطق مختلفة من الجسم without causing serious disease أو من غير ما تسبب اي نوع من امراض الايش اللي هي الخطيره. اوكي، الاندوبارازايتس يا جماعه برضه بنقسمها الى اوبليجيت بارازايتس. ايش يعني اوبليجيت بارازايتس؟ يعني طفيليات تعيش هي مجبره على التطفل، يعني لا تعتمد على نفسها خالص، يعني هي ايه مضطره ان تعيش على حساب كائن حي اخر، ولذلك هي تميل الى الحياه الطفيليه. يبقى هي عباره عن بارازايتس which cannot exist without a host، يعني لا تستطيع العيش من إن لم تجد العائلة المخصص لها تهلك وإيش وتموت، زي ما زي عند اللي بعض الإكزامز التوكسوبلازما غونجي
والبلازموديوم. توكسوبلازما احنا ان شاء الله هنتكلم، يعني معلش يا جماعة بدكم تسامحونا وبدكم تصبروا معانا شوية، لانه هنتكلم عن مسميات اللي هي كتيرة، ولكن ان شاء الله بكرة كل طفيل من اللي احنا بنحكي عليه ان شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل، مكان معيشته وطرق انتشاره والمورفولوجي تاعه وكل الامور اللي بتتعلق بهذا الطفيل. توكسوبلازما جونياي اللي احنا بنسميها بالعاميه يا جماعه اللي هي الجرثومه، اللي هي بتسبب اجهاض وممكن تعمل عقم للرجال وللنساء، يعني هي بتسبب اجهاض للسيدات ممكن تعمل عقم للسيدات وبرضه ممكن تعمل عقم للرجال. البلازموديوم طبعا كلكم عارفينها اللي هي بتسبب مرض الملاريا. هنا هذه تقسيمه لبعض اللي هي التايبس اوف بارازايتس او انواع الطفيليات. زي ما قلنا في عند البروتوزوا اللي هي اليونيسيلولار، وعند اللي هي الهلمنثيز او ما نسميها مالتي او مالتي سيلولار. الاثنين طبعا البروتوزوا تتبع للكينجدم بنسميها بروتيستا. برو يعني ايش؟ زي ما قلنا اللي هي الطلائعيات او مجموعه الخلايا وحيده الكائنات او الطفيليات وحيده الخليه. اوكي، وحناخد طبعا منها مور ذان ون كلاس او اكثر من لي نوع من هذه الطفيليات. يعني هنتكلم ان شاء الله عن اللي هي الاميبا، هناخد من الاميبا الانتاميبا والنجليريا، وهناك مجموعه كبيره جدا من هذه الطفيليات. في عندي الفلاجيليتس او ما نسميها مجموعه اللي هي فلاجيليتس. طبعا هذه اليونوسيلولار او البروتوزوا هذه قسمناها يا جماعه الى كلاسز، الى صفوف حسب اللوكوموتوري اورجانيل يعني عضو الحركه تاعها. اميبا اللي عباره عن اللي بتتحرك بواسطه الاقدام الكاذبه، وهناخد عليها اكثر من اكزامبل. الفلاجيليتس اللي بنسميها الصوتيات اللي هي بتتحرك بواسطه الفلاجيلا او الاصوات، وهناخد منها برضو انواع زي الجارديا والترايكوموناس واللي هي برضو انواع كثيره من الديدان. السبوروزوا هناخد منها اللي هي البلازموديوم مالاري، وهناخد البابيزيا وهناخد الدوكسوبلازما. سيليتس اللي هي سبوروزوا يعني البوغيات، سيليتس يعني ايش؟ اللي هي الهدبيات اللي هي تتحرك بواسطه اللي هي السيليا او الاهداب زي البلانتيديوم كولاي. الهلمنثز اللي هي بنسميها مالتي سيلولر اورجانيزمز، برضه هذا يا جماعه تخضع الى كلاسز، الى صفوف، زي صف عند اللي هي بنسميهم نيماتوتس والسيستوتس واللي هي تريماتوتس. نيماتوتس يعني بنسميها اللي هي الخيطيات او الاسطوانيات. خيطيات زي عند الاسكارس والانكليستوما، الاسطوانيات زي عند اللي هي التينيا ونوع من انواع بنسميها الخلايا او الدوده الكلبيه الكاينوكوكس. اوكي، زي ما قلنا يا جماعه دي مسميات هناخدها ان شاء الله بالتفصيل، لذلك ايش ما تقلقوش لما احنا نتكلم عنها. تريماتوتس اللي بنسميها المفلطحات، دي مجموعه الديدان او شكل عامل زي الورقه، زي مثلا الفاشيولا اللي هي الدودة الكبدية، والشيستوسوما اللي هي دودة البلهارسية. اوكي، هدول بنسميهم من مجموعة ليش المفلطحة. نرجع تاني لأنواع اللي هي الطفيليات، قلنا في عندي منها زي ما قلنا اوبليجيت بارازايت يعني هي لا تستطيع العيش without the host. في عندي فاكولتيتيف بارازايت يعني ايش؟ اللي هي متطفلة اختياريا، بمعنى هي عبارة عن organisms which may live either as a parasitic form or as a living او free living. يعني اذا الظروف متاحه لها للحياه الطبيعيه بتعيش free living، ولكن اذا تغيرت عليها المعيشه ممكن ان تجبر او تعيش معيشه متطفله، يعني عشان هيك بنسميها هي اختياريه. accidental parasites يعني بنسميها طفيليات عرضيه، accidental يعني بالمصادفه. اوكي، وهي عبارة عن الطفيليات اللي ممكن أن يعني الطفيليات يا جماعة عشان بدنا نبقى عارفين هي لها هوست سبيسيفيسيتي، يعني لها ايش؟ عائل معين. يعني بمعنى هناك طفيليات الإنسان هو العائل الحقيقي لها، لكن إذا إجا كلب وأخذ اللي هي العائل اللي هي اللي هي الطور المعدي، ممكن إنه إيش؟ أن تعيش وتكمل دورة حياتها بداخل هذا الطفيل، عشان نسميه أكسيدنتال بارازايت. أو هناك بعض أنواع من الطفيليات زي الدودة الكلبية، دودة الكلب لما نسميها إيكاينوكوكس جرانيولوسس. هذا النوع من الطفيليات العائل الحقيقي له هو الكلب، ولكن إذا إجا إنسان وأخذ اللي هي الأكياس تاعته ممكن ان يصاب بهذا ايش النوع من ايش من الطفيليه. لذلك هو بنسميه اكسيدنتال يعني عباره عن بارازايتس which
infect an unusual هيست، يعني ممكن ان تصيب اللي هي زي ما قلنا عائل غير اعتيادي، يعني ما هواش العائل تاعها، انما لو وصلت لعنده ممكن انه ايش تكمل دورة حياتها في داخل هذا ايش العائل، عشان هيك بنسميه ايش اللي هي طفيليات عرضية او بالمصادفة. اوكي، زي ما قلنا اللي هي الايكاينوكوكس جرانيولوسس هي ممكن ان تصيب الانسان اكسيدنتالي، يعني بالمصادفة او يعني شيء عرضي. اوكي، ولكن ممكن ان هي تتطور وتعيش في داخل جسم الانسان وتبدا تديله اللي هي الاكياس في داخل الجسم زي ما هنشوف. ابيرنت بارازايتس نسميها اللي هي الطفيليات الشاذه، اللي هي عباره عن طفيليات اللي ممكن ان تصيب عائل معين لكن they cannot develop، يعني طفيل زي عند العديد من انواع او بعض انواع من زي التوكسوكارا كانس، برضه عباره عن طفيل بيعيش في الكلاب بنسميها دوج جراوند ويرم، النوع من انواع اللي هي الديدان الاسطوانيه بتعيش في الكلاب، لكن ممكن انها تصيب الانسان ولكنها لا تتطور، تبقى على مستوى اليرقه، تبقى على مستوى ايه اليرقه زي ما ايش بنشوف بنسميها ايش طفيليات شاذه. يبقى الفرق بين دي وبين هنا وهناك، هذيك لو صابت الانسان ممكن ان تتحول الى الطور اليافع، ولكن الابيرنت، ابيرنت معناتها شذوذ او شاذ او شيء غير طبيعي، يعني هي عباره عن طفيليات بتعيش في عائل ما، او ممكن انها تصيب عائل ما هواش الساكن الطبيعي لها، يعني مش هتتطور في داخله، انما ممكن ان تتسبب له بعض انواع من ايش من الامراض. اوكي، ممكن انها تظلها كيرقه تتجول في داخل جسم الانسان ولكنها لا تتطور الى الادلت، وين بتضل على مستوى الايه اللارفا اللي هي اليرقه زي ما قلنا مثال التوكسوكارا كانس. اوكي، الهوست ايش يعني هوست يا جماعه؟ الهوست يعني العائل. اوكي، الهوست بنسميه عباره عن اورجانيزم which harbors the parasite and provides nourishment and shelter، يعني العائل هو عبارة عن كائن حي، هاربرز يعني يأوي الطفيل، يعني إله بيأوي الطفيل وبزوده زي ما قلنا بالغذاء وبزوده بالمأوى وبزوده بحاجات إيش حاجات كثيرة. أوكي، عشان هيك نقسم هذا العائل، يقسم إلى اللي هي أنواع، من ضمن هذه الأنواع بسميها ديفينيتيف هوست. ايش يعني يا جماعة ديفينيتيف هوست؟ لازم نعرف ايش يعني ديفينيتيف هوست، يعني العائل الحقيقي. ولما بنقول العائل الحقيقي هو في عائل حقيقي وعائل كذاب؟ لا، احنا بنقول كلمة حقيقي يعني هو عبارة عن العائل which harbors the adult stage of the parasite، يعني هو اللي بيأوي الطور اليافع من البرازايت. وايش كمان؟ and in which اللي هي السيكشوال لايف سايكل presents in، يعني هي تأوي اللي العائل الحقيقي اللي الدودة اليافعة من الطفيل، وفي كمان ايش اللي بتزود او في داخله بتتم اللي الحياة الجنسية ليش للطفيل، يعني يتزاوج الذكر والانثى وبيدوا يد اللي هي بيض او يرقات حسب طبعا نوع ليش اللي هو الطفيل. يبقى ايش هو الديفينيتيف هوست؟ اللي هو ان ويتش ذا ادلت بارازايت ليفز، يعني اللي بيعيش فيها الطفيل او اللي هي الطور اليافع من الطفيل، اند اندرجو سيكشوال ريبرودكشن، يعني فيها برضه بتصير ايش اللي هي التكاثر الجنسي زي المسكيتو اللي هي البعوض في اللي هي البلازموديوم مالاريا او اللي هي بعوضة اللي هي طفيل الملاريا. المسكيتو بنعتبره الطور اليافع في الطفيل، والانسان بنعتبره عائل وسيط. طب ليش؟ لانه في داخل جسم الموسكيتو زي ما هنشوف بتم التكاثر الجنسي، يعني بتم اندماج اللي هي خلينا نقول مثلا الميل جاميتس مع الفيميل جاميت، يعني الجاميتات الذكريه مع الجاميتات الايش الانثويه. عشان هيك بنسمي الموسكيتو هي العائل الحقيقي. ليه؟ لانه هي في داخلها صار التكاثر الجنسي، والانسان عائل هو بنسميها اللي هي العائل الوسيط اللي طبعا بيكمل او بتتم فيه اللي هي التكاثر اللا جنسي الا سيكشوال ريبرودكشن. اوكي، الديفينيتيف هوست يا جماعه ممكن يكون الهيومن وممكن يكون موسكيتو وممكن يكون بعض انواع من الانيمالز حسب اللي هي نوع البرازات اللي احنا ايش اللي احنا هنتكلم عليه. طبعا الانسان يعتبر الديفينيتيف هوست،
in many parasites، يعني في العديد من الطفيليات. نعتبر يا جماعة الإنسان هو العائد الحقيقي للعديد من الطفيليات، زي الفيلاريا، الراوند ويرم، زي الأسكاريس، زي اللي هي الانتروبياس، زي طفيليات عديدة بدناش نكتر عليكم من الأسماء، الهوك ويرم، زي الأنكليستوما اللي هي دودة الأنكليستوما، أو بنسميها الدودة اللي هي إيش الخطافية، أو اللي هي الكلابية. أوكي، الانترميديت هوست يا جماعه اللي هو عباره عن الهوست ويتش هاربز او في بداخله اللارفال ستيج اوف ذا بارازايت، يعني في داخله ايش بتصير عندي ايش اللي هي الطور اليرقي من الطفيل بيكون في داخله، وفي الاسكشوال مالتبليكيشن يعني بسم بداخله ايش التكاثر اللا جنسي. يبقى الانترميديت هوست اللي هو بيأوي او موجود فيه يا جماعه مين؟ اللارفال ستيج اوف ذا بارازايت، يعني الطور اليرقي من ايش؟ من الطفيليات. وايش كمان؟ كمان بيتم في او بيتم في ليش التكاثر اللاجنسي او اسمها اسيكشوال مولتبليكيشن. هناك بعض انواع من الطفيليات يا جماعه لها طور وعائل وسيط واحد، انترميديت 1 انترميديت هوست، وهناك بعض من الطفيليات يوجد لها تو انترميديت هوست او اثنين عائل وسيط. اوكي، يبقى في لها 1 انترميديت هوست زي ما هنشوف، وفي ايش انتر او تو انترميديت هوستس. اوكي، باراتينيك هوست اللي عباره عن العائل اللي بيبدا او اللي بصير فيه اللارفال ستيج اوف ذا بارازايت، اللي هي الطور اللي زي ما قلنا اليرقي من الطفيل بيبقى فايبل من غير ما يصير فيه تطور، هذا بسميها باراتينيك هوست. يعني عائل ايش؟ يعني زي ما سميناها زي الاكسيدنت اللي هي هوست، هذا بضله زي ما قلنا اللي هو موجود في داخل ايش؟ اللي هو بينتقل له العائل الوسيط وبيبدا اللي هي بضله موجود في داخله without any further development، يعني ما بصيرلش في اي نوع من التطور. هذا النوع من اللي هي الهوست يا جماعه او من العوائل ممكن يعمل ترانزميشن للانفكشن لانذر هوست، يعني ممكن ايه ينقل اللارفا هذه الى عائل تاني وتكمل دورة حياتها، او يعني ممكن يكون معدي. ريزرفوار هوست يعني بنسميها العائل الخازن. في بعض المناطق الانديميك اريا يعني المناطق الموبوءه الموجود فيها بعض انواع من الطفيليات، زي مثلا في افريقيا او شمال افريقيا او جنوب افريقيا، هناك بعض انواع من بارازيتك انفكشن موجوده دائما، او يعني يعتبر الانسان فيها خازن وموجوده معاهم ايش على طول، وموجود زي ما طبعا الطفيل موجود باستمرار، عشان هيك بنسميها ريزرفوار هوست. اوكي، زي الدوج مثلا، الكلاب تعتبر ريزرفوار هوست للهايديتد سيست او هايديتد ديزيز، اللي بنسميها المرض الكيسي، المرض الايه الكيسي، او اللي احنا سميناها اسمها العلمي كاينوكوكس جرانولوسس. اوكي، او بسموها الدوده القزميه زي ما هنشوف لما ناخدها ان شاء الله. اوكي، يعني هناك الفش بنسميها باراتيني كوست، يعني عائل ايه؟ عائل اللي هو بنسميها عائل زي ما قلنا اللي بيبدأ او موجود فيه طور معين بضله موجود من غير ما يصير في اي نوع من مين من التقدم. لكن لو وجد الانسان اكل هذا السمك وموجود فيه هذا النوع من الطفيليات، ممكن طبعا انه الانسان هذا ايش ينصاب. اكسيدنتال هوست زي ما قلنا هو عباره عن الهوست اللي بيكون ان ويتش ذا بارازايت از نوت يوجوالي فاوند، يعني ما يعتبرش عائل لهذا الطفيل، انما زي ما قلنا ممكن يكون ايش اللي هي عائل بالمصادفه او اللي هو صدفه. يعني ايه يعني الزونوسيس؟ وهذا يعني زي ما احنا عارفين اليوم تعتبر من اخطر الاشياء اللي احنا بنواجهها على مستوى الطفيليات وعلى مستوى اللي هو الفيروسات. يعني تعتبر من الأشياء الخطيرة اليوم، طبعا فيروس اللي احنا بنعاني منه الكورونا فيروسز تعتبر زونوتيك فيروس، اللي هو عبارة عن فيروس ايه ينتقل، زونوتيك معناتها عبارة عن اللي هي تنتقل من الإنسان من الحيوان إلى اللي هي الإنسان. كلمة زونوسيس أول ما بدأت يتم التعرف عليها عن طريق اللي هو رودولف فيرشو سنة 1888، تشمل مجموعة الطفيليات اللي ممكن
تكون موجودة في الطبيعة عن طريق اللي هي ما بين الإنسان وما بين الإيش اللي هي الحيوان. سنة 1959 الـ WHO اللي هو منظمة الصحة العالمية عرفت الزونوسيس كأنه هي عبارة عن الـ diseases or infections which are naturally، اللي عبارة عن الأمراض والطفيليات التي تنتقل، او الاصابات بغض النظر عن طفيل او غيره. بما انه احنا الان بنتكلم عن الطفيليات يبقى احنا ايه نخص الطفيليات، naturally transmitted between vertebrate animals and man. يبقى منظمة الصحة العالمية عرفت الزونوسيس اللي هي عبارة عن مجموع اللي هي الديزيزز والانفكشنز اللي طبيعيا ممكن تنتقل ما بين الحيوان وايش والانسان. اوكي، في عندي حاجة بنسميها بروتوزوال زونوسز. يعني بروتوزوال يعني مجموع اللي هي الأوليات أو الطفيليات الأولية التي تنتقل ما بين اللي هي الحيوان والإنسان، زي التوكسوبلازموزز. معروف التوكسوبلازما الساكن الحقيقي لها يا جماعة القطط اللي هي البسس، عشان هيك بنقول لو حدا بده يربي بسة في بيته وعنده بنات وكذا لازم البس هذه او القطط هذه ان يتم فحصها دوريا. ليه؟ لانه ممكن ان تنتقل هذا الطفيل من القطط الى الانسان ويسبب له امراض خطيره. الليشمانيازيز اللي هي بنسميها اللي هي الديدان الحشويه او الليشمان الحشويه، البلانتيديازيز، الكريبتوسبورودياسيز. يازيز معناته يا جماعه لما نلاقيها الى علاقه باسم الطفيل. لما اقول ليشمانيازيز معناتها ايش؟ هي المرض اللي بتسببه دودة الليشمانيا دونوفاني أو إلى مسميات أخرى. هيلمنثك زونوسيس، هيلمنثك يعني إيش؟ اللي هي الديدان، اللي هي المالتي سيلولار أورجانيزمز زي الهايديتد ديزيز، زي التنيازيز. هايديتد ديزيز قلنا بينتقل من الكلاب إلى الإنسان. تنيازيز اللي هي يا جماعة الدودة الشريطية اللي هي بتنتقل من البقر إلى الإنسان أو من الخنازير إلى إيش؟ إلى الإنسان. هذا بنسميه ايش؟ زونوتيك بارازايتس، يعني طفيليات ممكن ان تنتقل من الحيوان الى ايش؟ الى الانسان او العكس صحيح. انثروبونوزونوسيس اوكي اللي هي عباره عن الانفكشن اللي بتنتقل للانسان من اللور فيرتبريت انيمالز. يبقى انثروبونوسيس اللي هي عباره عن الطفيليات اللي بتنتقل للانسان من اللور فيرتبريت او من الحيوانات اللي ايش؟ اللي هي يعني الفقريات الدنيا زي اللي هي الكلاب زي ما قلنا والقطط وايش الى اخره. زي ما قلنا السيستيك كاينوكوكسوزيز، اوزيز معناتها ايش؟ اب نورمال، يعني الى علاقه بمرض معين. اوكي، اوزيز زي ما قلنا زي ما اخذته في الميديكال ترمينولوجي اللي هي عند اب نورمال كونديشنز. زو انثروبونوسيز هي عبارة عن infection transmitted من الإنسان إلى اللور إيش vertebrate أو اللور animals زي عند التي بي اللي هي مرض السل الرئوي، ممكن ينتقل من الإنسان إلى الحيوان. ما هوش أصلا عبارة عن مرض، مش مرض حيواني، إنه مرض آدمي وينتقل من مين؟ من الإنسان إلى إيش؟ إلى المواشي. عشان هيك بنسميه زو أنثروبونوسيس. انثروبونوسيس اللي هي من الحيوان الى الانسان. زو انثروبونوسيس اللي هي مجموعه اللي هي الامراض او الديدان اللي بتنتقل من الانسان الى اللي هي الحيوان زي ما قلنا اللي هو التي بي. اوكي، هوست بارازايت ريليشن شيب. اوكي، اللي هي ما هي العلاقه ما بين اللي هي ايش اللي هي العائل والطفل. في عندي بعض من العلاقات زي علاقة بس اسمها سيمبايوزز، كومنساليزمز أو بارازايتزم. إيه يعني سيمبايوزز؟ هي علاقة عبارة عن ريليشن شيب بتوين تو ليفينج أورجانيزمز، بوث هوست أند بارازايت أر ديبند أبون إيتش أذر. يعني كل من العائل والطفيل بيعيشوا على اللي إيش؟ بيعيشوا بيعتمدوا على بعض في إيش؟ في اللي هي معيشتهم. أوكي؟ ولا واحد منهم بيعاني من اي خطر او خطوره من هذه العلاقه. يبقى هي علاقه ما بين كائنين حيين، كل البوث هوست اند بارازايت ار ديبندنت ابون ذا اذر، يعني بيعتمد على ايش؟ على الثاني. اوكي،
يعني تبادل منفعة ما بين الاثنين، ولكن في هذه العلاقة ولا عائل من الاثنين بيعاني من أي problems أو أي harm، يعني ما فيش ضرر. العلاقة التانية بنسميها علاقة commensalism، علاقة التعايش. أوكي، هنا البارازايت هنا في هذه الحالة derives benefit from the association without، يعني علاقة ما بين كائنين حيين أحدهما يستفيد على حساب الآخر ولكن من غير ما يسبب له أي ضرر. يعني واحد بياخد منفعة من الثاني ولكن بضرهش. أنت عندك أكل كتير وغذاء كتير، اديني شوية من اللي معاك وأنا مش هضرك. هذا بنسميه علاقة كومنساليزم. أوكي، طب علاقة بارازيتيزم برضو علاقة ما بين تو أورجانيزمز ولكن أحدهما يستفيد على حساب الآخر ويسبب له إيش؟ مرض. يعني الفرق ما بين العلاقات الأولانية السيمبيوزز علاقة ما بين اثنين، لكن كل واحد بيستفيد من الثاني ولا واحد بيعمل مشاكل للثاني. الكومنساليزم علاقة ما بين كائنين ولكن واحد بيستفيد على حساب الثاني ولكن بضرهش. البارازيتيزم لعلاقة التطفل بنقول علاقة ما بين كائنين واحد بيستفيد على حساب الثاني وبضره، مش بس انه بيستفيد منه ولكن ايه بيسبب له امراض. وهذا طبعا احنا في الغالب حنتكلم عن هذه ايش اللي هي عن هذه اللي هي مجموعة الطفيليات اللي بتعيش على في جسم الإنسان على أساس إنه مادتنا اسمها ميديكال بارازيتولوجي. أوكي، والطفيل في هذه الحالة يا جماعة كنض بنت. أوكي، ما بيقدرش كنض اللي هي live without the اللي هو host، يعني ما بيقدرش يعيش. إذا مات العائل مات الطفيل. لايف سايكل اوف بارازايتس، في عندي حاجه بسميها يا جماعه دايركت لايف سايكل وفي اندايركت لايف سايكل. ايش يعني دايركت لايف سايكل؟ لما يكون هنا بارازايتس ريكوايرز اول ا سنجل هوست، يعني الطفيل بيحتاج عائل واحد، يعني لا بده عائل وسيط ولا بده فيكتور ولا غيره. اوكي، يبقى هذه مجموعه لما بنقول دايركت لايف سايكل هي عباره عن بارازايت ريكوايرز اونلي single host عشان to complete the development، يعني عشان يكمل دورة حياته. زي الانتاميبا هيستولاتيكا، لو واحد أكل خس مش مغسول كويس أو أكل سبانخ أو أكل أي طعام أو شراب أو جت دبانة هدت على الطعام تاعه يبقى نقلت له العائل الوسيط. وصل العائل الوسيط للإنسان يبقى ممكن أن تكمل دورة الحياة وممكن أن تعيش في داخل هذا الهوست. أوكي، يبقى هذا بنسميه إيش؟ دورة حياة مباشرة. دورة حياة ايه؟ مباشرة. ونحتاج إلى only لهيومن أو الإنسان ك يعني كعائل وحيد عشان تكمل دورة حياتها. طبعا زي هناخد الانتاميبا والجارديا والترايكوموناس، كل هدول ايش؟ دايركت لايف سايكل. الاندايركت لايف سايكل لما يكون البارازايت بيحتاج إلى two or more species، يعني إذا احتاج أكثر من نوع من العوائل. اوكي، عشان يقدر يكمل دورة ايش؟ دورة حياته. زي الملاريا البارازايت مثلا. الملاريا اذا البعوضة تغذت على دم انسان وما كانش العائل ما كانش الطور المعدي طبعا الانسان مش هينعدي. اوكي، ونفس الكلام البعوضة اذا تغذت على دم انسان سليم وما ما فيش فيه اللي هي الاطوار المختلفة اللي هي الميل والفيميل جميط طبعا مش هتكمل دورة الحياة. اوكي، يبقى اذا الانسان هذا ضل البارازايت فيه ممكن يتعالج ويطيب خلاص. اوكي، لكن هل لو انا جيت نقلت من بني ادم الى بني ادم ممكن انها تكمل دورة الحياة زي ما هنشوف؟ يبقى هنا عندي ايش؟ بيحتاج الى عائل وسيط عشان تكمل دورة حياة هذا ايش؟ هذا الطفل. وهنتكلم عن اللي هي العديد، زي السمك يعتبر عائل وسيط لنقل العديد من الطفيليات. اوكي، sources of infection يعني مصادر العدوى، ممكن contaminated soil and water بنسميها يا جماعه fecal oral، يعني بني ادم راح لعب في رمل او تربه ملوثه بالطور المعدي ممكن طبعا وما غسلش ايديه ممكن انه ينصاب بهذا النوع من ايش او ينصاب بالطفيليات.
soil polluted with embryonated eggs، يعني موجود فيك اللي هي ايش، اللي هو البيوض تاعت بعض انواع من الطفيليات زي طفيل الاسكارس اللي هي بالعاميه بنسميها الحنشان، الراوند ويرم، الويب ويرم اللي هي الدوده القرباجيه، العديد من الطفيليات ممكن ان تنتقل عن طريق اللي هي ايش، اللي هي الكونتامينيتد ووتر اند سويل، يعني اللي هي الماء والتربه الملوثه بالطور المعدي ليش للطفيل. اوكي، او واحد يا جماعه بيمشي حافي في التربه ممكن انه ينصاب بدوده اللي هو بنسميها الهوك ويرم او الانكلستوما، دوده الايه؟ الانكلستوما. اوكي، انفكتيف فورمز اوف بارازايت الموجوده في الميه ممكن انه يصيرها سوالوينج، يعني ممكن نبلعها او نشربها، يكون موجود فيها السيست اللي هي الكيس او الطور الكيسي للطفيل زي الاميبا والجارديا والعديد من ايش من الطفيليات. هناك احيانا بعض المحار اللي هي السمك الصغير نسميها المحار سايكلوبس، موجود فيها ممكن ان ينتقل او ناخد عن طريقها اليرقات اللي بتسبب لي الجينيا بيج او الجينيا ورم اللي هي بنسميها دودة فرعون. اوكي، لارفي بنتريتنج اكسبوزد سكين، يعني الطفيليات اللي ممكن زي ما قلنا تخترق الجلد، واحد ماشي حافي او واحد بيسبح بالميه مثلا ممكن تيجي السركاريا اللي هي الطور المعدي للبلهارسيا وينصاب الانسان بالبلهارسيا. فري ليفنج بارازايتس، هناك بعض انواع من الطفيليات بتعيش معيشه حره في الميه، ممكن طبعا انها تخش مباشره عن طريق الايش اللي هي المواقع الضعيفة، يعني زي ما بين أصابع الإيدين أو أصابع الرجلين أو بعض المواقع الضعيفة من الجلد زي النجليريا، ممكن إنها تدخل عن طريق النازو فارينكس، يعني واحد يروح على نهر ويشرب مية نلاقي المية هذه أو اليرقات هذه ممكن أن تخترق اللي هي الأنف بالعوم وتصل إلى الجهاز التنفسي، ومن هناك ممكن تصل إلى الدماغ وتعمل العديد من الأمراض زي ما هنشوف إن شاء الله. الفود برضو تناول يا جماعة ingestion of contaminated food or vegetables، يعني نتناول طعام أو شراب ملوث باللي هو اليرقات أو ملوث بالبيوض أو ملوث بالطور الكيسي أو بالأطوار المعدية للطفيل. أوكي، اللي هي بنسميها infective stage of parasites، زي مثلا السيست اللي هي الطور الكيسي هو الطور المعدي للانتاميبا، والطور المعدي احيانا طبعا كل نوع من الطفيليات له كيس معين او طور كيسي معين، زي ما قلنا الاميبيك سيست، التوكسوبلازما او او سيست، طبعا زي ما قلنا التوكسوبلازما بتنتقل عن طريق القطط، ممكن مع البراز تاع القطط تطلع حاجه بنسميها او او سيست اللي هي بنسميها اللي هي الكيس البيضي، او الايكاينوكوكس جرانيولوسس عن طريق البراز تاع الكلاب، ممكن انه هذا يعمل لي تلوث للطعام او تلوث للفواكه او تلوث حتى للميه، ممكن ايش يعني تنتقل. تناول اللي هو اندر كوكت ميت، يعني اللحم الغير مطهي طهيا جيدا، او الرو يعني لسه ني او ما غيرتهوش كويس، زي مثلا ممكن تاكل الناس اللي بياكلوا لحم الخنزير ممكن، او السمك الني، او اللي هو اللحوم الغير مطهيه طهيا ايش طهيا جيدة. اوكي، سيست السكر السليلوزي يا جماعه بنسميها الطور الكيسي في اللي هي الدوده الشريطيه، طبعا بنلاقيها موجوده يا جماعه في لحم الخنزير، الناس طبعا احنا الحمد لله لا نتناول لحم الخنزير لانه موجود فيها هذا النوع من مين، من اللي هي الدوده بنسميها الدوده الشريطيه. اوكي، او اللي هي بنسميها البيف تاب ويرم اللي هي الدودة بسميها تينيا ساجيناتا، أو اللي هي تينيا البقر، لو أكلنا برضه لحم بقري أو أغنام أو مواشي ممكن برضه ننصاب بالدودة الشرطية، بس مش دودة الخنزير غيرها يعني. أوكي، إنسكت فيكتور زي ما قلنا تعتبر الحشرات ناقل للعديد من إيش من الطفيليات، يبقى a vector is an agent، agent يعني عامل ناقل، وبالذات زي ما قلنا اذا تكلمنا عن الارثروبود اللي هي المفصليات الاقدام زي اللي هي اللي بتنقل العدوى من الانسان الى انسان او من بعض او من الحيوان للانسان او العكس ايش العكس صحيح، زي مثلا انثى بعوضة الانوفيلس
اللي هي بتنقل هو طور المعدي إلى الإنسان، أوكي؟ أو إذا إجا الذباب زي ما قلنا نقل البيوض أو الطور الكيسي من براز بني آدم مصاب إلى طعام وأكله واحد أو هد على إيده أو على تمه أو إيه، فأنا قال له هذه النوع من إيش من العدوى. بيولوجيكال فيكتورز، في عندي اللي هي ناقل بيولوجي زي طبعا زي ما قلنا اللي هو الحشرات، وبنسميها طبعا أشياء بيولوجية تساعد على نقل زي ما قلنا الترانسفير وبرازايت، اوكي. وممكن طبعا البرازايت هذا يخضع الى ديفلوبمنت في داخل هذا النوع من الحشرات، وممكن انه يكون از افيكتور كناقل فقط، يعني يجي بهدي وبينقل من مكان الى ايش الى مكان اخر، اوكي. فيكتور موسكيتو زي الملاريا، طبعا الملاريا والفيلاريا الطور هذا بنسميها طور او عائل حقيقي لانه في داخله بصير ديفلوبمنت تطور. الساند فلايز اللي هي بنسميها ذبابة الرمل اللي بتنقل مرض اللي هي زي ما هناخده الكالا آزر، اللي بنسميها مرض اللي هي ذبابة الرمل او بتنقل اللي هي مرض الليشمانيا، اوكي. تسيتسي فلاي اللي هي بتنقل مرض يا جماعة سليبنج سيكنس اللي هي تريبانوسوما اللي هي مرض النوم. ريدوفيدي باجز اللي بتنقل شاجاز ديزيز اللي بتعمل شاجومة، بتعمل أمراض في القلب. تيكس اللي هي البج ممكن يكون مرض بنسميها أوتوفيل اللي هي البابيزيا، اللي طبعا هذا عبارة عن بلاد بورن بارازايت، يعني عبارة عن طفيل بيعيش في داخل بلاد بارازايتس أو بداخل الدم. في ميكانيكال فيكتورز يعني ناقل ميكانيكي زي ما قلنا هذا بيساعد، ذا فيكتور اسيست يعني يساعد ان ذا ترانسفير اوف بارازيتك فورم، يعني بيساعد على نقل بعض الصور من الطفيل ما بين بتوين هوست ما بين العوائل، اوكي. But is not essential in the life cycle. يعني زي ما قلنا الذباب ما هوش ضروري لدورة حياة الطفيل، إنما هو عن طريق الرجلين تاعته بيمسك اللي هي الطور المعدي من المكان طبعا من البراز تاع البني آدم المصاب إلى طعام أو شراب بني آدم إيه سليم، أوكي. هل صار تطور في هذه الذبابة؟ لا، إنما بنسميه إيش؟ هذا بنسميه ميكانيكال فيكتور، اللي بنسميه هاوس فلاي اللي هي ذبابة المنزل، اوكي، اللي بتنقل مرض الاميبا او الانتاميبا هيستولاتيك، اوكي. بعض من انواع من الانيمالز زي الدوميستيك انيمالز، هناك هذه مجموعه من الطفيليات بتعيش في هذه الحيوانات زي الكاو زي ما قلنا، الابقار بيعيش فيها تينا ساجيناتا والساركوسيستس، البيج تينا سوليوم تراكينيلا سبايراليس، الدوج كاينوكوكس جرانيلوسس، الكات توكسوبلازما والوبوستريك ريكس. ما تهتموش كتير الآن بهذه الأنواع من اللي هي الأسماء، لأنه إحنا إن شاء الله هنتكلم عن كل طفيل من هذه الطفيليات، إنما يعني إحنا بنعمل تأهيل ولازم نتدرب على اسم الطفيل، أوكي. وايلد يعني من الحيوانات بنسميها حيوانات برية، وايلد جيم أنيمالز زي تريبانوسومياسيس، فيلينس زي بعض انواع البراجونيماس وسترمان هذا عباره عن طفيل بيعيش في الرئتين، فيش زي الفيش تاب ويرم، اوكي، مولاسكاس الى اخره. زي ما قلنا يعني احنا هنرجع ونتكلم عن هذه ايش الطفيليه، اوكي، في المحاضره الجايه ان شاء الله يا جماعه بنكمل، نستكفي الى هنا وان شاء الله بنكمل في المحاضره القادمه ان شاء الله.